ليكم معايا في قناتكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم كيكه بكريمه الليمون، تجي بزاف بنينه. بالنسبه للكيك غادي نسحقوا فيه زوج حبات بيض كاملين، علبه ياغورت كو سيترون، استعملت هذا الياغورت، وهاد العلبه غادي نكير بها علبه تاع زيت، علبه سكر، زوج علب فانيله، وحده راليفير وزن 10 غرام. نبدا بسم الله. عندي زوج حبات بيض كاملين، نجمي تخلطيها بيديك. عندي علبة سكر، كيرنا بالعلبة تاع الياغورت، خلطوهم مع بعض غاية. نزيدو علبة زيت بعد ما خلطت هذوك غاية. زيدوا علبة ياغورت كو سيترون، دوكا نزيد الفارينة، قلنا عندنا زوج علب فارين. ندير غير نص، ونزيد وحدة لاليفيو وزن 10 غرام. نزيد النص الزوج تاع الفارينة، هيا بعد ما خلطتها شوفوا القوام نتاعها كيجي، تجي ثقيلة تجي شوية خفيفة. عندي هاد الأمور، الطول تاعه 30 على 20 سنتيمتر، وراني مشعلة الفرن تاعي يحمى على نار متوسطة. دوكا غنديها في المول وندخلها طيب. درتها في المود وقاعد يسوي لها السطح باش تجي متوازية وتجي كيف كيف. ديلها هاكا باش تساوي السطح تاعها، خبطوها شوية. ندخلها الفرن نطيب على نار متوسطة ونعاود نوليكم. في الوقت اللي راه طيب فيه الكيكه دوكا غادي نحضروا كريمه الليمون، غادي نسحقوا فيها زوج حبات بيض كاملين، نص كاس عصير ليمون، نص كاس سكر عادي، مغرف صغيره مبشور الليمون، ونسحقوا في التالي زبده. نبدو نديرو، نجيبو كاسرونه نديرو فيها زوج حبات بيض كاملين، يزيدوا معاهم نص كاس سكر عادي، خلطوهم مع بعض بيض في بيض. نزيدوا نص كاس عصير ليمون، انا عصرت زوج حبات على حسب
الليمون كي يكون عندك كان يكون كبير ولا صغير. نزيدوا عليه مبشور الليمون مره صغيره هكا. خلطهم باردين مع بعض. درتها على نار متوسطة فوق النار، تقعدي تحركي بلا ما تحبسي حتى يختار هذاك الخليط. هاي كريمة بعد ما طيبتها خليها حتى تختار فوق النار وما تحبسيش تخلى. دوكا غادي نسددها من هذاك الزيت تاع السيترون باش تجيك رطبه. سديها وهي حاميه. دوكا غادي نزيد لها مغرف كبيرة تاع زبدة وهي حامية هكا باش تجوب ندوب في وسطها وخلطي. دابت كاع هاديك الزبدة، شوف كي جات. دوكا نجيب فيلم اليمونتير نغطيها بي. لازم يكون يلامس السطح تاع الكريمه باش ما ديرش هذيك القشره ما تجيكش يابسه هاك. دوكا ندخلها الفريجيدير تبرد ونعاود نولي لكم. دوكا غادي نوجدوا كريم شونتيي، غادي نسحقوا فيها كاس بودرة شونتيي ونص كاس حليب. نديرو كاس تاع الشونتيي مع نص كاس حليب بارد، يكون بارد غاية، ونطلعوهم مع بعض حتى نتحصلو على كريم. نطلعوهم مع بعض. بعد ما برد لي الكيك غايه دوكا غادي لا ثقوب بهذا الكيردون ونشربه بالشربات. الشربات اللي وجدتها من قبل درت فيها كاس ماء، نص كاس سكر عادي وشويه ليمون، ودرتها فوق النار حوالي 10 دقائق وقلعتها. بعد ما درت ثقوب دوكا غادي نشربها باش يجي الكيك تاعنا يجي ما يجيش ناشف، يجي شارب غاية. هادوك الثقوب اللي درناهم بالكيردون هما اللي يعاونوها باش تشرب مليح. شربيها بالبانسو. لازم تكون الشربات باردة مليح، وثاني الكيك لازم يكون بارد مليح باش ما تجيكمش معجن. درت لها كاع هذيك الشربات، دوكا غادي ندير هذيك كريم شونتيي اللي درناها قبيله نزيدها فوقها.
مش هو عائلة الصبح؟ يروح على شكل مسودي. بعد ما درت لها كريم شانتيه، درت لها بابي فيلم من فوق، دوكا غادي ندخلها الكونجيلاتير تجمد حوالي 45 دقيقه ونعاود نولي لكم كانوا طريقه معها. بعد ما فاتت 45 دقيقه دوكا خرجتها من الفريجيدير، غادي ندير هذيك الكريمه تاع الليمون ديرها فوقها، هي تانيها بارده. نقلعوا مغرف بجهه باش نديروا الديكور، نزيدوها على شويه تاع كاكاو، نزيدوها ليها. ونمشوا pas sucré. بعد ما سويت لها كاع السطح دوكا غادي ندير ديكور، نجيبو هذيك المغرف اللي خليناها قبيله تاع تاع الكريمه، وزدنا معاها الكاكاو، نخلطوها مع بعض غير باش يعطيها لون. شوفوا كي جات دوكا، غادي نديرها في هذه تاع السيليكون باش ندير بها خطوط. اذا ما عندكش هذه تنجم ديريها في بوشادوي، ولا تنجم ديريها في ساشي ثاني تاع حليب، تنلك غاية. نبدا ندير فيه خطوط، بهذا الشكل. بعد ما درت هذوك الخطوط دوكا غادي نجيب كيردون ونبدا نمشي فيه، خاطر هكا نمسحو خاطر بالجهة المعاكسة. خطرة هكا وعاود الجهة المعاكسة، بعد ما كملت هذوك غادي نخليها تبرد مليح باش هذيك الكريمه تاع الليمون اللي درتها تشد روحها غايه، ونقطعها ونعاود نولي لكم تشوفوها في صحن التقديم ان شاء الله. هيا الكيكه بكريمه الليمون واجده، جات بزاف بنينه وخفيفه، ان شاء الله تكون عجبتكم ونتمنى تجربوها. ما تنسوش جيم لا فيديو اذا عجبتكم، تابوني وفلاشين وتاكتيفي ولا كلوش باش يوصلكم الجديد، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.